وهذا اللقاء يعني نضمناه مع الاتحاد العام للمقاولات المغربيه لتدارس يعني ومناقشه مشروع قانون الماليه 2020. وهذا كما كتعرفوا يعني في الشق الاقتصادي والمالي ديالو كاين كيف قلتي اعاده الثقه ويعني تدعيم الاستثمار بصفه عامه. وايضا هناك يعني واحد العدد ديال التدابير في تتهم اولا الاستثمار العمومي اللي تم التوطين ديالو، بحيث هذه السنه غادي يكون 198 مليار درهم اللي هي مخصصه للاستثمار العمومي او المرفق العام بصفه عامه. وايضا هناك عدد من التدابير لتشجيع الاستثمار ولمواكبه الاحتياجات ديال المقاولات الصغرى والمتوسطه، وذلك تجاوبا مع يعني الخطاب الملكي سامي الاخير اللي تحدث فيه يعني خصوصا على التمويل البنكي. والحضور معنا اليوم غادي يكون ديال رؤساء الابناك لدعم هذه المبادره، واللي كتمثل في خلق صندوق يعني مخصص للمقاولات وتحديدا لثلاث فئات اللي جاوا في الخطاب ديال صاحب الجلاله. اولا القطاع الغير المهيكل، ثانيا المقاولين الشباب حاملي المشاريع، وثالثا المقاولات الصغرى والصغرى جدا والمتوسطه، ومنها تلك التي تصدر خاصه الى افريقيا. وهاد ثلاثه ديال الفئات اللي كانوا يعني غير معنيين بواحد العدد ديال التدابير اللي موجوده الان في صندوق مركزي للضمان الى اخره، غادي تولي يعني غناخذوها بعين الاعتبار ابتداء من فاتح يناير 2020. يعني والان احنا منكبين سواء الاطر ديال وزاره الاقتصاد والماليه او يعني الابناك كلها، يعني تنعملوا باش تتم الاجراءات ديال هاد الصندوق اللي غيتخلق في اطار مشروع قانون الماليه واللي تخصص له 6 ملايير درهم على مدى 3 سنوات. الموضوع المهم ديال اليوم هو مشروع قانون الماليه 2020. قدموا الساده الوزراء واحد تلخيص عام على مشروع الماليه، والسيد وزير الداخليه تكلم على لاك دانفيسير او نيفو تيريتوريال او نيفو ريجيونال. حنا بالدور ديالنا مع الجهات ومع الفيدراسيون ومع جميع المكونات ديال الكونفدراليسيون قمنا بالدراسه ديال هذا المشروع وعطينا مقترحات مهمه، وحنا في اطار النقاش باش يمكن لنا نوصلوا واحد الهدف اونسومبل اللي هو خلق الشغل وتمكين المقاوله باش نعطيوها جميع الامكانيات باش تطور وتخلق لا فالور اجوتي للاقتصاد الوطني. لاك دافيسي غادي يولي تيدار لي ديسيزيون تيدار على الصعيد المحلي، فهاد الاشياء مهمه بزاف. فهذه بدايه بالنسبه لي تنظن حاسها. والعقارات هما بان العقارات اللي كاينين في لا بيريفيري ديال المدن غيكونوا مخصصين اكسكلوزيفمون للاستثمار البروديكتيف، لانفيستيسمون برودكتيف اللي تيخلق لا فالور اجوتي وتيخلق لومبلو. فهادشي كله تيصب في الاتجاه ديال المطالب ديال الكونفدراليسيون ديالنا، وهذا تنظن بانه سي ان بوان تخي امبورتون بور لو بروشان زاني.